لا زواج لا شغل ولا بيت ماذا دعا ربي اني لما انزلت الي من خير فقير انا فقير الى خيرك يا رب انا محتاج الى خيرك يا رب فجاءه زواج وبيت وشغل جاءه زواج وبيت وعمل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج جالوا زوجة وجالوا عمل في رعي الغنم ومنه يأكل وصار عند الرجل الصالح عند الرجل الصالح كلمات عظيمة 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 إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ثم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين الله